يشرفنا أن نجتمع اليوم هنا لنشارك مع أشقائنا القدريين أفراح احتفالات أسبوع يومهم الوطني الذي رفع فيه القلم العلم القدري على أرض قدر وأصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب الصومالي العظيم وحكومته نبعث أسمى التهاني والتبريكات القلبية لصاحب السمو الأخ الشيخ تميم بن حمد آل الثاني وسمو الأمير تميم بن حمد آل الثاني وحكومة الشعب قدر بهذه المناسبة المجيدة. تمثل دولة قدر الشقيقة شريكاً أساسياً للصومال، وقفت إلى جانب الصومال وقفة شريفة منذ اندلاع الأزمة عبر هيئاتها ومؤسساتها الخيرية. والمشاريع التي تقوم بها حاليا من بناء طرق استراتيجيه ذات تاثير ايجابي على المشهد الاقتصادي والاجتماعي ومستشفيات ومرافق حكوميه دليل قوي على عمق الصداقه بين الصومال وقطر والجدير بالذكر تميز اليوم الوطني هذا العام بتنظيم أول مونديال يقام في العالم العربي والإسلامي ولقد عرضت قطر صورة حقيقية ومعبرة عن تاريخنا بثقافته وحضارته وتنوعه كما استكشفت المشترك الإنساني في حفل الافتتاح بصوت ابننا العزيز غانم مفتاح حيث قرأ الآية القرآنية التي تذكر الإنسانية أصلها وتحدد معايير التميز عند الله. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. وبهذه المناسبه نشكر قطر بهذا التمثيل الروحي والثقافي للعرب والمسلمين امام العالم بأسره فلقد مثلتمونا خير تمثيل. نشارك في هذه الاحتفاليات لنؤكد عمق علاقاتنا مع دولة قطر راجين من الله تعالى ان يديم لقطر التقدم والتطور وان يحفظها كنزا للعرب والمسلمين ومره اخرى تهانينا للشعب القطري وقيادته وحكومته دام عزكم وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته